أنا أوجه إخواني جميعا، وأول ما أبدأ به نفسي أن نستغل هذا الشهر المبارك، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، أن نستغله بالأعمال الصالحة من ذكر وقرآن وصلاة وصدقة وبر الوالدين وزيادة أرحام وخلق حسن، لأنه شهر قد لا يعود على الإنسان مرة ثانية. وأما الذين يسهرون في الليل وينامون في النهار فهم من أخسر الناس، لأنهم أضاعوا الليل فيما له فائدة فيه بل ربما فيه مضرة، وأضاعوا النهار أيضا لكثرة النوم، وربما ينامون حتى عن صلاة الظهر وصلاة العصر. فنصيحتي لإخوان المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يغتنموا فرص المواسم، فإنها والله أبلغ من مواسم البيع والشراء في وجوب الحرص عليها.